دينار مع قيس المرشد. أهلا بكم. كثرت المبادرات والقروض الخاصة بإحداث نهضة في واقع الشباب العراقي ودفعه نحو تحقيق مشاريع متنوعة، بيد أن جزءا كبيرا من تلك المبادرات لم تسهم في إحداث نخلة نوعية في حياة الشباب العراقي. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية، إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجا. الاختيار الأفضل هو الوطني. كثيرة هي القروض التي تطلقها وزارة العمل لدعم الشباب، لكن الدراسات على الأرض تبين أن معظم تلك القروض لم تنجح في خلق فرص عمل دائمة للشباب إلا بنسب ضعيفة جدا. والسبب وفق مختصين يعود إلى عدم أهلية المشاريع الصغيرة للمنافسة في سوق العمل، كون الأسواق غارقة بالبضائع المستوردة التي مهما حاول أصحاب الحرف منافستها فإن الفشل يكون النتيجة الطبيعية، ناهيك عن استغلال القروض في قضايا أخرى بعيدة عن المشاريع. اليوم تسعى وزارة العمل إلى منح قروض للمشاريع ذات الجدوى، ولكن بعض المواطنين تعودوا على التقديم للحصول على قرض من دون إقامة مشروع، وهنا يستلزم إيجاد حل حقيقي لتوظيف أموال القروض بمشاريع مدرة تسهم في تنمية قدرة الشباب الاقتصادية وإنعاش حرف قتلها الاستيراد في السنوات الخوالي، وهذا لن يتحقق إلا بالمتابعة الحقيقية لبرامج التشغيل من جهة وحمايتها وتحصينها من الاندثار بفعل شراسة الهجمة على المنتجات الوطنية من جهة أخرى الناجمة عن ضعف تطبيق القوانين ومنع التهريب. لبرنامج دينار على الجميلي العراقي الإخبارية بغداد. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني، نقدمه بكل حب لكل وطني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. أما ضيوفي لهذه الحلقة فهم ولتفاصيل أكثر أبدأ حواري مع مستشار البنك المركزي العراقي السيد إحسان شمران الياسي. مرحبا أستاذ إحسان. مرحبا، أهلا وسهلا. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ إحسان. بداية نرغب في معرفة آخر تفاصيل القروض التي أطلقها مؤخرا البنك المركزي العراقي، وتحديدا فيما يخص الشباب وأحداث نهضة في حياة الشاب العراقي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مبادرة البنك المركزي بدأت من عام 2015 وهي مستمرة الآن بالنهاية 2020 تم تفعيلها ووضع أطر إلها. والحقيقة مشكلة معضلة يعني التحدي الصحي وإيقاف العمل وإلى آخره والإغلاقات اللي صارت حفزت البنك المركزي والحكومة على تدنية يعني فوائد الأعباء على المستفيدين، فالجزء منها ألغيت الفوائد وبقت بس يعني مصاريف إدارية. القسم الآخر تم تخفيض الفوائد مالته، فصار عندنا يعني احنا تعرف جنابك عندنا موديلين، موديل مبادرة 5 تريليون دينار اللي هي للمصارف الاختصاصية قطاع الإسكان والزراعي والصناعي ومشينا بيها وأطلقت، والمبادرة الأصغر اللي هي مبادرة 1 تريليون اللي تخص المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هاي أيضا يعني رحنا بيها إلى تدنية الفوائد
صارت تنازلات من المصارف من البنك المركزي حتى المستفيدين يعني تصير مجدية لهم. آخر اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي أطلقنا مبادرة صغيرة لكنه هي بالحقيقة مفيدة. نشوف الموظفين المنتسبين الدولة يعانون من الحصول على مبالغ بسيطة يعني قرض صغير حتى يعني يمشون به بعض المستلزمات الأسرية العائلية، زواج غيره، ترميم. أكيد. فأطلقنا مبادرة صغيرة اللي هي مبادرة حد أعلى 15 مليون دينار من خلال المصارف على الراتب الموظف اللي موطن. هاي أيضا يعني شوية راح تسوي يعني فد حركة مو بسيطة بالحقيقة، لأنه جمهور الموظفين عددهم كبير بالبلد. صحيح. فهاي الدفعة راح تحرك الاقتصاد. تعرف يعني الركود اللي صار أثر على كل حلقات الدورة الاقتصادية. الدورة الاقتصادية أحسنت بالكامل. هذا المبلغ الصغير راح طبعا يحرك اللي يجدد يعني اللي يجدد نشاطه، اللي يجدد يعني يشتري مستلزمات بسيطة إلى آخره. فهذا حقيقة يعني محتوى المبادرة اللي هي ليست جديدة، ولكن البنك المركزي بقى يعني رادي يعوض الخلل البنيوي اللي صار بالاقتصاد نتيجة الأزمة المزدوجة، أزمة يعني أمنية بعد 2014، أزمة اقتصادية، تحديات في موضوع هبوط أسعار النفط. فالبنك المركزي تصدى لهاي العملية وانخرط في هذا القطاع، وهو دوره، هو يعني مستشار الحكومة وهو بنك الدولة الرئيسي والراعي. زين. يعني الحقيقة هاي مبادرة يعني لا تزال هي مبادرة مارشال العراق في تحفيز الاقتصاد، في تعزيز القدرة المشاريع على العمل. الأهم هو تشغيل الشباب. يعني يسرني أنه يعني أضيف لها ربما وجهة نظر يعني تعاكس اللي راح أقوله، لكنه وجهة نظري يعني صحيحة، أنه رفع سعر صرف العملة الأجنبية أدى بالنتيجة المباشرة إلى أو سيؤدي أيضا إلى تعزيز التنافسية. فراح نجمع المبادرة البنك المركزي في إتاحة أموال لأصحاب المشاريع، إضافة إلى حماية إجت حماية كلية اللي هي الحماية رفع التنافسية بنسبة رفع سعر الصرف. فكأنما أنا وضعت ضريبة على المستورد بحدود 22%، 21 إلى 22%. هذا حقيقة يعني طفرة استراتيجية في موضوع حماية المنتج الوطني، بدل من الإجراءات تروح تحمي حدود وتضع قوات حتى تمنع المستورد أو التهريب. الآن مبادرة البنك المركزي اللي أطلقت في يوم 20/12 في تغيير سعر الصرف، وكانت طبعا بالتفاهم مع وزارة المالية. الحقيقة وزارة المالية ضغطت أنه الوزارة قالت أنا هذا دولاري بعد ما بيعه بهذا السعر، زين، ما يصرف لي إلا السعر الآخر. المهم بعد 20/12 تعديل سعر الصرف وفر أداة كبيرة جدا للحماية ولتعزيز التنافسية، وهي هاي التنافسية اللي صرح بها السيد وزير المالية والحكومة، أنه هدف تغيير سعر الصرف اللي ضغطوا به باتجاه تعديل سعر الصرف، والبنك المركزي بنك الحكومة وأيضا درس هاي العوامل والتحديات. فهذا سعر الصرف رفع تنافسية وقدرة المنتج الوطني بنسبة 22%. عاد بعد هم وشطارتهم، أتوقع استجابة القطاعات راح تبدي يعني تتوالى، يبدي القطاع الزراعي يلحق، بعدين القطاع الصناعة الإنشائية الخفيفة، صناعات تحويلية، ثم الصناعات الصغيرة الكبيرة. تمام. الكبيرة أيضا. نعم. أفهم من كلامك سيد حسان بأن قرار سعر رفع سعر صرف الدولار لا رجعة فيه. خلص يعني هو صاحب الدولار اللي هو وزارة المالية ما تقبل، قالت أنا هذا السعر ما يناسبني. تمام. هو فعلا ما يناسب. أنت تتذكر قبل الحلقة حكينا قلنا إحنا بال2003 بدأ سعر الصرف 1475. للأسف صارت إجراءات لتدنيته. هاي التدنية سمحت لنظرية الأواني المستطرقة أن تجيب كل السلع للعراق وتضغط إلى أن أوقفت المنتج الوطني. الآن نأمل أنه يتعدل الكفة وترجع الأواني المستطرقة، يقدر المنتج العراقي يبيع. تمام. لأنه جت ميزة بالسعر. تمام. أشكرك أستاذ حسان. دعني أنتقل إلى ضيف الآخر وأرحب به مرة أخرى، الخبير في القطاع الاقتصادي والمالي السيد دريد العنزي. مرحبا أستاذ دريد. مرحبا.
ستاند ريت تقريبا سنويا 350 ألف إلى 500 شاب يدخلون سوق العمل من خريجين وغير خريجين، أغلبهم خريجين طبعا، لكن للأسف ورغم كثرة المبادرات اللي أطلقها البنك المركزي وبعض المصارف ومبادرات أيضا دولية من منظمات دولية، لكن لحد اللحظة لم تحدث جميع تلك المبادرات نهضة حقيقية في إطلاق المشاريع الشبابية الخاصة بهم. السلام عليكم. السلام. مرحبا بكم، مرحبا بضيفك الأستاذ العزيز. نرحب بك أجمل. الحقيقة هي يعني عملية اقتصادية شاملة كاملة، الركود اللي كان هو سبب هاي المواضيع، بس أكو هناك فد يعني لقاءات شخصية حدثت مع سيد محافظ البنك المركزي السابق، يعني كان سؤال ليش فشلت المبادرات مالكم أغلبها؟ قال القطاع الخاص ما كان يقدم لنا دراسات جدوى ومشاريع معتبرة بحيث ما نقدر يعني نقدم له القرض ويروح نعرف القرض ونلاحقه قانونيا. الآن بخصوص الخريجين بالذات، يعني الخريجين هم عبارة عن فئة مثقفة ومدركة للعمل، تحاول بجهد إمكانها أن تحصل من الدولة على وظائف لغرض العمل، يعني ما مفكرين بعملية استغلال هاي القروض سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي. يعني مثلا 4-5 من الشباب الخريجين ضمن اختصاص معيق مقارب، تمام، مع أستاذ من المتقاعدين اللي طلعوا تقاعد إجباري بطريقة مكرهة وكريهة، جاوز 60، هو رب الخبرة والعطاء، جاوز 60 طلع تقاعد، يصيرون 4-5 بأسمائهم قروض مجتمعة يكون مع دراسة جدوى للمشروع، تمام، يكون هناك عملية اقتصادية أقوى. زين. لغرض توظيف 4-5 أكثر أقل من الشباب الخريجين معتمدين على قروض البنك المركزي، معتمدين على إضافة إلى القروض المصارف الأخرى، وضمن التسهيلات اللي صارت من تخفيض تتبعها تسهيلات وتخفيضات من قبل الدولة على هذه الفئة حصرا. زين. راح تخلق لنا يعني إذا ما عندنا تشريعات نحتاج إلى تشريع، مثلا عندنا 70 أو 80 مصرف إلى حد الآن ما شفنا الفعالية بهذا الموضوع للمصارف. إذا كانت القروض مال البنك المركزي تأتي عن طريق هذه المصارف فراح تكون هناك حماية لهذه القروض ولهذا المشروع عن طريق هذا المصرف. زين. والأسلم أن يمنح أو يصار إلى سن قانون أو قرار يجبر المصارف الأهلية والحكومية على تبني مجموعة مشاريع مع الشباب أو مع المواطنين. زين. يمكن هذا موجود في المصارف الإسلامية لكن ما كل المصارف. في حال تبني المصرف 10 مشاريع، كل مصرف 10-15-20 مشروع، احنا بالسنة راح يصير عندنا بحدود 1000. زين. سنويا. من 2003 إلى حد الآن ما صار عندنا 1000 مشروع حقيقي. للشباب. للشباب وغير الشباب. فهاي العملية شنو يتداخل بيها؟ هنا نقابات المتخصصة الاقتصاديين المهندسين الكيمياويين المحامين الزراعيين راح تدخل معاهم بالخط، تقدم دراسة جدوى، وحتى أساتذة الكليات مدارس الدوائر المتخصصة تقدم دراسات جدوى وتعلن، أكو وزارة الصناعة تعلن آلاف المشاريع عندها أكو إمكانية العمل بها. هاي العملية إذا اعتمدت بصيغة قانونية، خفض البنك المركزي مثل ما تفضل الأستاذ بعض من نسبة أرباحها، الحكومة تخفض على هاي الفئة
الفوائد، إعفاء كافة المستورد، إعفاء التأخير سنة أو سنتين موضوع التجديد. أنا راح يكون عندنا التزام المصرف. قصدك إعفاء الصناعيين أستاذ دريد؟ هذه المجموعة الأكثر فعالية من الآخرين. قطاع الصناعي. قطاع الصناعي وقطاع الزراعي القطاع. وهي أكو مشكلة أستاذ دريد، يعني أنت من تعطي إعفاء لجهة معينة أكيد كثير من الجهات راح تقول لك يا إحنا هم نريد إعفاءات. ما ينطون. هاي صارت وأثرت على مواردات الدولة. ما ينطون يا سيدي الكريم، هي إعفاء لمجموعة مو إعفاء شامل. يعني واضح الإعفاءات يعني شنو شغل الدولة؟ توازن بالعملية، يعني الدولة لازم تكون أم وأب وراعي. يعني إذا كانت عندها يعني واردات فائضة أستاذ دورين. والله يا سيدي الكريم يمكن أكون 100 دائرة فائضة الأرباح مالها ما حد يدري بيها، وإحنا قلناها أكثر من مرة. 100 دائرة. 100 منبع مالي. ما حد يعرف وين تروح المصاريف مالها او العائدات مالها. مثل منو هاي الدوائر استاذ؟ كثيره، يعني انت هسه لا احد الان نطيلي هاي امانه بغداد ايش قد تسلم الدوله وايش قد كل هاي، يعني مثلا الخطوط الجويه العراقيه تبيع بالدولار وتسلم بالدينار، يعني اكو مواضيع ما نريد ندخل بتفاصيلها بقدر ما نهتم بموضوع تشغيل الخريجين الان. تمام استاذ احسان، يعني العراق يعيش ازمه توظيف ملايين الشباب، او ما نقول ملايين الشباب معطلين عن عمل، لكن الالاف يتظاهرون يوميا في بغداد وبقيه المحافظات العراقيه من اجل الحصول على فرصه عمل، وتحديدا في القطاع الحكومي. هذه الثقافه ولدت احباط لدى اعتقد حتى لدى الحكومه، لدى المسؤولين في الدوله العراقيه، ولدى حتى الشعب العراقي، لابد ان يبحث عن فرصه في القطاع الحكومي. بالمقابل مثل ما تفضل استاذ دريد، لماذا لا تكون هناك إعفاءات وتحديدا للقطاع الصناعي من أجل دعم هذا القطاع، وبالتالي ربما يستوعب ملايين فرص العمل؟ وخلي أشكر أستاذ دريد، بس أكو أريد تسمح لي أعقب. تفضل. بعدين نرجع على أزمة التوظيف. بالنسبة أكو مشروع اسمه المشروع الوطني لتشغيل الشباب. صراحة هذا المشروع أطلق ومشوا بي، وهسا أمامي مسودة الدليل الاسترشادي للمشروع. هو مشروع واعد بصراحة، وأيضا من أموال المبادرة، وحتى بدون هذا المشروع هسا الآن إحنا هذا متوقف المشروع أستاذ حسين؟ أتوقف، وهسا المفروض يعيدون النظر به، حالوا إلى وزارة العمل، إنه هي وزارة العمل هي اللي راح تكون راعية، يسموها الكور أو موضع انطلاق المشروع. راح يجون الشباب ينطوهم موارد مالية بين 35 إلى 50 مليون دينار. تمام. ويروحون بمجمعات يسموها حاضنات أعمال. زين. هسه اكو عندنا حاضنة يمكن بالقريب بسماية. المهم حاضنات أعمال، ويروحون يسوي لهذا، يسوي ورشة شبابيك، هذا يسوي ورشة جناط إلى آخره. فهذا المشروع موجود. اثنين، الملاحظة الثانية حقيقة، طبعا ما نقدر البنك المركزي ولا الحكومة تجبر الشباب، تجبر المصارف على أنه روح سووا موديلات مشاريع وخصص لها فلوس وانطيها قروض، لسببين، يعني الأول لأنه إحنا الاقتصاد حر، وثانيا هي فلوس البنك المركزي ما خلصت بعد. مبادرة 6 تريليون إحنا جددناها هسه بالجديد، أطلقنا 3 تريليون بالإضافة اللي انصرف تقريبا 3 تريليون. فالموارد موجودة، لا حاجة لإجبار المصارف، بالعكس حقيقة، ويمكن يعني سفني أقول بعض المصارف ما تفاعلت هواي ويا مبادرة البنك، لأنه هي تعطي للقرض تنطيه ب8 و9 و10 و6%، بينما يجي البنك المركزي يقولها روح انطي الشباب والعمولة فقط إدارية أو 4% 2% إنه 2% لكم. زين، الحقيقة بعد تعديل سعر الصرف هذا اللي قلناه، الملاحظة اللي قالها ضيفنا أستاذ دريد، كل يعني جدا وارد ومعقول انه هاي المشاريع الدولة اللي حاولوا يخصخصوها بعدين يعني صار فد رد فعل ضدها، هاي مشاريع عملاقة، مشاريع الدولة بس يخصخصوها ويجي واحد من القطاع الخاص ما يخاف من الله، يجي هي مثلا بيها فد 80,000 دونم، يروح يبيع القاع، يبيع المسقفات ويخلص، انتهى المشروع ذات. لكنه بالمقترح مال استاذ دريد ممكن الان يعني حشاك مثلا معمل الاحذيه مال باكر،
ممكن هسه الآن بعد يقدر ينتج ويقدر يبيع وينافس لأنه اجت دعم 22%، وممكن اللي يعني الشباب اللي ياخذون هاي المعامل ممكن ياخذون الفلوس من عندنا من عن طريق المصارف طبعا ويشغلوها. الملاحظة الثانية أو الثالثة بالنسبة للضريبة، الحقيقة هو موضوع الإعفاء مو هدف بصراحة. ليه؟ احنا الضريبة بالعراق عندنا ترى جدا متدنية، يعني الحد الأعلى لها 15%، فإذا المكلف شوية يعني لعب وعدل بالهذا يمكن ما راح يدفع 1%. فلا يغرينا موضوع والله بس نعفيهم من الضرائب يروحون يشتغلون ويربحون إلى آخره. ليش هسه قد موارد الضرائب؟ احنا نقول موارد الضرائب المفروض أنا في ذهني وأنا ابن الضريبة الحقيقة يعني جديد جيت للبنك المركزي، الآن ممكن الهيئة العامة للضرائب توفر ما لا يقل عن يمكن 15 تريليون دينار ضرائب سنويا أبدا. إيه وأصلا بدون أن ترفع سعر، بدون فقط تجيب المكلف المعني أحكام السيطرة على فقط المكلف اللي يتحقق له دخل تفرض عليه ضريبة. والإعفاء الضريبي مو هدف، لأنه هي الضريبة أصلا بطبيعتها توزيعية. يعني أنا أقبل هالسنة راتبي يأخذون مني بالشهر ضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر حتى يوزعوها ينطوها للي يبنون بها مستشفى يبلطون بها شارع، فهي لها وظيفة توزيعية. ما يصير نجي يعني حتى الناس الحريصين مثل استاذ دريد ويقول والله خل نعفي من الضريبة بلكي يزدهر الاقتصاد. لا، ما يزدهر الاقتصاد، لأنه الضريبة أموال تروح للخزانة والخزانة تعيد توزيعها. الخدمات منين تجيبها؟ بس متى تستفيد من هالدولة استاذ؟ انت ما تقدر هسه تقدر ايش قد جاي نجدي الضرائب سنويا لا استاذ. انت هسه الان ما عندك معيار حتى تقول تستفيد لو ما تستفيد، لانه موارد الضريبه سواء كانت تريليون او تريليونين او عشرة هي تروح بالوعاء الكبير اللي هي موارد الموازنه. وموارد الموازنه توزعها زين، توزع رواتب الي والك وللجنود والحراس اكيد والمستشفيات وغيره وغيره. تبقى الضريبه حتى هسه الدول الاسلاميه، بعض الدول اللي تعتقد انه هي ثروات عندها عاليه وموارد نفطيه عاليه وتقول لك والله خلي هسه رجعوا ياخذون ضريبه. هاي النرويج اللي هي اكبر فقاعه نفطيه وبيها موارد هائله، لكنه ما استغنت عن الضرائب، لان الضرائب لها وظيفه اخرى. زين بشكل مؤقت يعني اعفاء لمده 3 سنوات او 4. ارجع لك، انا كنت ابن الضريبه في وقت من الاوقات قالوا خلي نعفي الفنانين زين، نعفي الاطباء، نعفي الصناعين، ما صارت اثار، ما لمسنا، لان الضريبه بطبيعتها يعني تمس مس خفيف القدرات. صح يجوز نفسيا الواحد من ينعفي يمكن يرتاح، لكنه من الناحية العملية مو لأنه أنا طبيب وعفى ودخلي من الضريبة تمام أنا راح أخفض الكشفة مالتي. تمام أستاذ. نجي على أزمة التوظيف. حقيقة يعني خلي ما نحكي عاطفي، طبعا الشباب ذولا اللي يتظاهرون وما عندهم فرص عمل، حقيقة الاتكال على الدولة بعدين الدولة راح تصير هي كلها دائرة عامة للتوظيف. الآن بهذه حزمة العمليات مبادرة البنك المركزي، وإحنا أي شاب المفروض خلال أسبوع يأخذ الفلوس اللي يريدها حتى يسوي مشروع، ليش يبقى يا حبيس الدولة؟ هذا التشغيل قلنا اللي راح يصير بالمشاريع الاقتصادية بسبب أنه قدرتها أبو الطماطة يقدر ينتج ويبيع حتى يصدر، ويقال أنه الأشقاء بالخليج بدأوا يستوردون المنتجات مالتنا الزراعية. فهذا يعني الدليل العافية والتعافي بالاقتصاد العراقي. أنا أعتقد الشباب هم الوسيلة، هم الماكنة إله، بس أنا ما أريد الشاب يجي يمي هسه بالمصرف أو يجي يمي بوزارة الموارد المائية ويقعد هي الشعبة بيها 25 واحد واجيب لهم 5 بعد. لكن من يروح ياخذ مشروعه بعد أصلا ما يلتفت للدولة، شو يسوي يروح للتوظيف ويطلع 300 و400 ألف دينار؟ يروح يلزم مشروعه وينمو. هذا أنا أضمن لك أنه خلال سنة 21 إن شاء الله يكفينا شر الجائحة بطريقة مدمرة، بس إذا بقت بهاي الوتيرة والمجتمع ملتزم أنا أقول لك الاقتصاد راح ينمو، المشاريع راح تنمو، اللي كان عندهم مرش مسدودة راح يفتحوها وراح يقدرون يبيعون ويصنع معجون ويقدر يبيع، لأن كلها ارتفعت أسعارها. تمام. والارتفاع اللي صار بالسلع الوطنية الآن المنتجات هو هذا رد فعل المفروض يغادروا الصناعيين ويروحون على الاقتصاديات. تمام استاذ حسان. نعم شكرا. اسمح لنا استاذ حسان وكذلك استاذ دريد ان نذهب الى متابعه موجز لاهم اخبار الاقتصاد، ونعود الى تكمله باقي تفاصيل الحلقه والعوده مع استاذ دريد. بحر.
هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية، إنتاج يومي من البيض والدجاج يصلكم طازجاً. الاختيار الأفضل هو الوطني. هذا البرنامج برعاية مشروع دواجن الديوانية لإنتاج أجود أنواع البيض والدجاج وبتغذية نباتية 100% الوطني. نقدمه بكل حب لكل وطني. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، أعود إلى ضيوفي في الاستوديو مستشار البنك المركزي العراقي السيد إحسان شمران الياسري والخبير في القطاع الاقتصادي السيد دريد العنزي. أستاذ دريد، هل تعتقد بأن المصارف أحسنت استخدام 3 تريليون اللي منحها لها البنك المركزي لتشغيل الشباب ومختلف القروض الأخرى في الوقت الذي توجه فيه اتهامات لبعض هذه المصارف، بعضها طبعا بأنها أساءت استخدام هذه الأموال وأنها ذهبت للاستفادة الشخصية لبعض العائلات التي تسيطر على بعض المصارف؟ والله هو أول النظرة العامة على تنفيذ القروض وعمل المصارف يعني سلبية، احنا ما نريد نحدد اتجاه واحد. زين. الإخفاقات اللي صارت بالمبادرات كلها وبالقروض، والله في يوم من الأيام أنا قاعد ويا مدير عام المصرف الزراعي السابق بالموصل مسوين حملة بإقراض سكني. زين. أخي قلت له أنت ما مدير مصرف زراعي، إقراض السكني وين وأنت وين؟ إيه إحنا نريد نساعد الناس. على كل حال البعثرة اللي صارت في أموال طائلة من عملية الإقراض غير المشروط وغير المدروس. زين. خسرنا عمر سنين بعملية البناء، هاي خسارة غير محسوبة، يعني خسارة الوقت الضائع. القيم الاقتصادية اللي خسرناها أضعاف مضاعفة. الحكومة من تبادر، احنا في دولة رأسمالية الدولة وليس اقتصاد حر، رأسمالية الدولة ورأسمالية الدولة ذات الإدارة السيئة. المبادرات اللي قدمت والمبالغ اللي طرحت الحمد لله ما كلها صرفت، لكن اللي صرف منها جزء غير مشجع. زين. أما عندما تدخل جهات معينة لغرض إعداد الدراسات، قسم عملية الدخول للعمل قسمين، القسم الأول إنتاج لغرض التصدير. زين. أقرأ سواق الدول الجوار وأنطي القروض شباب للآخرين، صناعة لغرض التصدير، صناعة الثانية لغرض الإنتاج المحلي. أنا ما بالضرورة أنتج بضاعة منتجة في دول الجوار، أروح على الأبعد، يمكن دول الجوار أكو ضغوطات معينة، لكن أكو دراسات اقتصادية هاي بعيدة عن كل البعد عن
الدخول بهذا المضمار. دراسات الاقتصادية تقول أن أمريكا مخلية أفضلية للبضاعة العراقية نتيجة اتفاق مشترك. أكو جدول خاص، أنا أريد تشغيل وأريد دولار يجي وأريد اقتصاد يتعدل ويتوازن وأريد ابتعاد عن الدولة، لأن أصبحت العملية كلش يعني غير اقتصادية وغير مجدية. ضخامة بال 2003 عندنا مليون وربع موظف، هسه عندنا 7 ملايين أو 9 ملايين مع المتقاعدين، يعني هذا رقم غير منطقي. فأنا أبتعد عن الدولة بأمور وأتعامل معها بأمور. زين. جدولة أو استبعاد السنة الأولى والإعفاءات مال السنة الثانية بالتسديد القروض، هذا يشجع الشباب ويشجع المقترضين. دراسات الجدوى تقدم وزارة الصناعة، عندها آلاف المعامل. أي قرض لشخص واحد، أي خسارة تعتبر بعثرة لرأس المال المهيئ للإقراض. ليش خلقنا مجموعات؟ ليش صار اقتراح لمجموعات؟ هاي المجموعة شنو اللي راح يدخل بيها؟ 4-5 من الشباب، كادر وسطي، كادر متقدم، وأستاذ مشرف. مصرف ما مسير أو ما مخير أن يدعم أو ما يدعم، لا أنا ما عندي بعد هاي الموضوعة. قرار لمدة 5 سنين كل مصرف يدعم 10 إلى 15. أكو قرارات مو للغرض خروج عن الواقع الاقتصادي، لا لغرض بناء الاقتصاد. تمام. الجانب الآخر، من المخجل 3 مصارف ما عندي، 3. مصرف ما التأمين، يعني شركات التأمين العالم كلها دا تقرض الحكومات، أنا عندي دكاكين مال التأمين، 33 شركة قطاع خاص و3 حكومية وديوان التأمين. شركات التأمين من تشرف وتأمن راح أحطيك المحصلة، المصارف من تجي تقرض وتشارك قرض مشاركة مو قرض نقدي. زين. تحول سعر أو الفائدة، شوف ركزوا على هاي النقطة، الفائدة اللي عندنا الربوية يسموها، وكثير من المجتمع مالنا يحرمها. خلي يحرمها لا يودع، أخلق فائدة أخرى واللي هي عائديات ربحية. يودع 50,000 دينار، روح أنت دي تشتغل بهذا المعمل مع هاي المجموعة، صار عندي نوعين من الفائدة. زين. سحبت شكو ادخار سلبي عند المواطن، لأن راح يشوف اسمه هسه يقدم يخلي سعر الفائدة ياخذ، ما يعرف وين تروح فحرموها. زين. شنو الضير إذا اشتغلوا بفائدتين، فائدة ربحية والفائدة الباقية العادية؟ تمام أستاذ الرئيس. جانب آخر اللي هو ماكو مصرف تأمين. مجموعة من الشباب تخلق لها شركات تأمين على المشاريع الجديدة. يا سيدي العزيز، 4 أو 5 أشخاص، أستاذ من الجامعة للدراسة والمتابعة، المصرف ومصارف التأمين، مصرف التأمين أو مصرف أو شركة التأمين. قصدك فرص عمل متنوعة؟ مو فرص بس. الأهم منا أنه انتهى الفساد. 5 مراقبين على العملية. تمام. هذه الحالة تنهي لي الفساد وتنهي لي أي عملية تسريب أو عملية خطأ بالإنتاج. تمام أستاذ دوري. في هاي الحالة، اسمح لي، في هاي الحالة راح يتحول عندي قطاع مو بعثرة. أنا ما أنطي واحد يفتح لي ورشة ولا أخي يفتح لي مطعم، لا، بس هاي هم فرص عمل أستاذ دوري. أستاذي الاقتصاد مو بس فرص عمل، الاقتصاد تخطيط. قطاع كامل، تعالوا يا هالمجموعة غطوه. زين. قطاع نسيجي. طرق الأستاذ إلى صناعة الأحذية. قطاع جلدية. قطاع. تمام أستاذ دريد، اسمح لنا أستاذ دريد أن نذهب إلى متابعة عالم الأرقام، ثم نعود إلى تكملة ما تبقى من الحلقة.
هذا البرنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. سيد إحسان، يعني كثير من الرسائل وردتنا تسأل عن أولا القروض الخاصة بالإسكان أو القروض الخاصة بالمصرف العقاري، بنفس الوقت تسأل أيضا عن نسب الفائدة للسلف الممنوحة مسبقا، سلفة المئة راتب وغيرها، كيف ممكن راح يكون شكل وخارطة هذه القروض؟ شكرا جزيلا، سؤال مهم الحقيقة. خلينا من السلف المئة راتب اللي منحتها المصارف ما علينا بيها. الآن مبادرة الإسكان اللي هي بالمصرف العقاري وبالصندوق الإسكان اللي سوينا الآتي، مثلا القروض اللي يمنحها المصرف العقاري للوحدات السكنية بالمجمعات السكنية الاستثمارية، زين، هاي قلنا بدون فائدة، تمام، وبكو فائدة إدارية بسيطة إذا مستوفيها المصرف خلصانة، تمام. الأهم من هذا حتى لا يصير بعد تمييز بالنسبة للمصرف، يعناني ماخذ من المصرف العقاري يعني بنفس أموال المبادرة، بس كنت مثلا ماخذ 80 مليون، زين. الآن أولا تعدل الفائدة، تعدل الفائدة، تمام، جيد، حتى نساوي أنا أستاذ دريد اللي هو اليوم راح يأخذ، ممتاز، فراح هو يأخذ بدون فائدة وأنا أخذ بدون فائدة، جيد. اللي ياخذ بالمجمع خارج المجمعات السكنية، يعني يشتري له بيت باي مكان، يشتري بيت باي مكان لا يقل عن 100 متر، لا هاي خليناها سعر الفائده 2%. ليش؟ لانه هو اكو هدف، اكو رساله للمبادره، انه اولا تشجع السكن الجماعي، تشجع السكن العمودي، حتى لا يصير ضغط على الخدمات، زين. ومع ذلك ال2% اولا هي متناقصه بصراحه، زين. يعني مو مثل بعض الاخوان بالمصارف، حتى بعض المصارف الكبيره يقول لك كان فائدتي 4% او 5% بالنتيجه، لانه هي ثابته تصير مستقيمه، يعني تقريبا بالحقيقه توصل 25 50%، تمام، 50%، يعني هسه احد المصارف ينطيك 25 مليون مصرف الرافدين، انت تسدد، مو مدير عام المصرف صديقي، ما نقدر نحكي عليه، بالنتيجه تسدد 38 مليون زين. يعني بالضبط تسدد 50%. هو وعدنا الاخ مصرف الرافدين، قال احنا اخذنا استحصلنا موافقه مجلس الاداره على انه نسويها فائده متناقصه، جيد، لانه من اروح ويقول لي فائدتي 5% هي بالحقيقه 9% و10% بالنتيجه العبء اللي علي. زين استاذ احسان، يعني فيما يخص انا اريد اخذ مثلا 100 مليون وما عندي بيت، نعم، واريد اشتري بيت، نعم، شنو الشروط والمتطلبات اللي يطلبونها مني كمصارف؟ ماكو شروط، هو العقاري فقط، فقط العقاري يمنح هاي القروض، فقط العقاري يمنح القرض ال 125 بالنسبه للمجمعات السكنيه وال 100 مليون وال 100 بالنسبه خارج المجمعات، زين. تروح للتسجيل العقاري، تتفق طبعا ويا البايع، وطبعا البايع لازم يكون بينك وبينه ثقه، تروح تفتح يسموه علم خبر او بيان، زار التسجيل العقاري، مجرد تفتح البيان وتجي للمصرف العقاري، المصرف العقاري يمليك استماره فد
فد من موديل عندهم حتى يدخل بالتوثيق الالكتروني ويسوي لك استماره كشف، لان انا راح اعطيك 100 مليون يجوز، هو العقار تريد تشتريه 70 مليون يسوى اكيد، فينطيك بما يضمن انه العقارك بحدود ال 100 مليون او اكثر. انا افترض، وحقيقه هم حكينا ويا الاخ مدير عام المصرف، انه هاي المعامله ان شاء الله ما تطول اكثر من 10 ايام ويقدر المقترض يحصل فلوسه ويروح يدفع للبنك. تمام استاذ احسان، ماذا عن نسب الفائدة ايضا في مصارف مثلا مصرف العراق للتجارة، مصرف الرشيد؟ كان هناك كلام قبل نهاية العام بانه ستخفض جميع الفوائد في جميع المصارف. كل اي تخفيض اللي سوته المصارف ما يعني ما يسمو الى التخفيض والمعاملة اللي بمبادرة البنك المركزي. ممكن بعض المصارف، المصرف الرشيد ايضا خفض، تي بي اي المصرف العراق للتجارة خفض، لكنه التخفيض الكبير اللي هو تخفيض مستهدف 100% هو مبادرة البنك المركزي. أكمل لك بس فيما يخص الإسكان، بقى عندنا صندوق الإسكان. صندوق الإسكان يمنح للي يبني، يعني ينطي حتى يبني عقار ينطي داخل مركز بغداد والمدن 75 مليون. أقضية بغداد 60 مليون، أقضية المحافظات 50 مليون. بدون فائدة هاي؟ كلها بدون فائدة. وطبعا لازم اولا 100 متر، ولازم بيها شرط اجازه بناء. هاي المشكله الكبيره، قضيه تنظيميه هاي ما لها علاقه الصندوق. اكيد اكيد اكو قانون مال البلديات، لازم امانه بغداد والبلديات، قانون البلديات. فلازم يعني الحكومه اذا تريد يعني تخلي العالم تستفيد فعلا من هذا الموضوع يروحون يعني يرتبون على موضوع الترخيص. نعم تمام. شكرا حضرتك على هذا التوضيح استاذ احسان. استاذ دريد، يعني هل تعتقد بأن هذه الإجراءات ستسهم نوعا ما بالتخفيف من أزمة السكن في البلاد؟ والله أنا أشكرك على هذا السؤال، بس هذا مو سؤال إلي. احنا موضوعنا اليوم على تشغيل الشباب، بالتالي المشاريع ما راح تشتغل. استاذ اخذت الإسكان من حصة التشغيل. بهالخصوص هذا مال التشغيل، أزمة الإسكان لا تنسى، انسى هذا الموضوع. احنا محتاجين 5 مليون، الأزمة باقية 7-8 سنين، هاي القروض وهاي يعني تخفف على مواطنين وليس على أزمة. اكو إمكانية احصل قروض للإسكان او من بنك الإسكان لتصنيع مواد عائدة للإسكان وشغل بها الشباب؟ هاي احكي لي بيها اذا هذا الموضوع موجود. نعم موجود ضمن المبادرات. المبادرة مفتوحة، ما محددة سقف أو نوع. زين. بس إذا ضمن الإسكان يجيب لي تقصية الزجاج، صناعة الكيلونات، صناعة البوب، تنطون قروض لهذه المواضع الاستكمالية للشباب؟ هذا فبها، إن كانت موجودة فبها. الموضوع الآخر والأساسي اللي احنا كنا بصدد الآن، التشغيل. هذا التشغيل إذا كان لقطاع الإسكان وهو واسع وبدون شك، يعني هناك يمكن في 50-60 مادة من الممكن أن تخلق في، أو العفو استغفر الله، توجد أو تصنع بال على طريق هاي القروض. يعني لا تتصور أنه مثلا السدادات مال البلاليع والواشرات والبراغي أو المثبتات هاي صناعة. زين. ومو صناعة، هاي صناعة أكيد. يعني قوالب البلكات هاي صناعة مو صناعة. الأسلاك الكهربائية وغيرها، الأسلاك صناعة. موضوعها طويل وعريض، لكن أكو مواضيع من الممكن أن تكون حرفية زائد يعني أقوى. احنا الى حد الان ما حد اتطرق لها والحمد لله. يعني هاي ضمن يعني هاي الجلوبات اللي اذا تيجينا بالف الكبرى الجلوب، هاي عملية مكائن استوردها واستورد المادة الاولية مالها. انا عندي موضوع يعني خلي اشرح لكم اياه هسه. من قلت لك قطاع، قطاع النسيج باختصار استاذ، باختصار قطاع النسيج. احنا العراقيين 25 مليون واحد يلبس زواريب.
25 مليون بالسنة، زوجين جواري بأشتري يعني 50 مليون. ملابس الداخلية الرجالية تمام 100 مليون صار عندي. تمام أستاذ، 100 مليون صار قطاع 400 ألف واحد يشغل بهاي المبادرات. تمام أستاذ، أمول قطاع خاص معين، هو أملي قطاع النسيج القطاع الفلاني داخل النسيج. أكيد أستاذ ريد، أنا أعتذر لضيق الوقت، كنت أتمنى أسمع منك كلام أكثر من هذا اللي تحدثت فيه، لكن دعونا نتابع سوية قبل الختام أبرز رحلات الخطوط الجوي العراقي اليوم غد. هذا البرنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. هذا البرنامج برعاية شركة النرجس للمقاولات العامة، الشركة الأولى على مستوى العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ماء، مجاري، طرق، وفق أدق المواصفات العالمية. في الختام مشاهدي الكرام، أتقدم الشكر الجزيل لأضيف الكرام المستشار في البنك المركزي العراقي السيد حسان شمران الياسري والخبير في القطاع الاقتصادي السيد دري العنزي. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى الختام، نلتقيكم في حلقة أخرى دمتم في أمان الله.